التدابير ديال اليوم غادي يكونوا برعايه الملح. غادي نشارك معكم ان شاء الله مجموعه من الاستعمالات والحيل والتدابير بواسطه الملح ديال الطعام اللي اكيد موجود في جميع البيوت. فما عليك الا تجيبي واحد الكميه ديال الملح وخليك معايا باش تكتشفي التدابير المحضره لك هذا النهار. ويلا نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكون احوالكم كلها على خير وفيديو جديد. الا كنت اول مره كتشاهدوني كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بالجديد. والا كنتم متتبعين اوفياء كنشكركم بزاف على حسن المتابعه. خليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو ويلا نبداو. غادي نبداو على بركه الله في الفكره الاولى اللي كتخص لاشواغ. كما كتعرفوا لاشواغ من الالات الكهربائيه المهمه في المطبخ واللي تقريبا كتستعمل بصفه يوميه. طحنوا فيها الخضره الربيع البصله وخصوصا البصله يعني كتحفي هاد الماس هادو ديال لاشواغ، يعني مع الوقت ما كيبقاوش يطحنوا بنفس الجوده. فالطريقه رائعه باش انكم ترجعوهم ماضيين كيف ما الاول هي استعملوا الملح، ملح ديال الطعام اللي كنطيبوا به. كديروا هكذا واحد الكميه مهمه ديال الملح، لاشواغ تكون نقيه وناشفه باش هكذا هاد الملحه هادي ما غاديش تضيع. ونعاودوا نستعملوها في حاجات اخرين. صافي كديروا واحد الكميه مهمه ديال الملحه اللي كتغطي هادوك الماس بحال هذا الشكل. وغادي نطحنوا هاد الملحه هادي. صافي واحد دقيقه من كتشوفوا ديك الملحه كتكون تطحنات حصلتوا على واحد الملحه اللي رقيقه. السكاكين ديال لاشوار كيتشحدوا وكيرجعوا ماضيين كانهم جداد. وهكذا كترجع لاشوار ديالكم فعاله وكطحن بطريقه اللي هي زوينه. هاد الخل هاد الطريقه هذه اولا هاد التدبيره هذه ممكن تستعملوها حتى الخلاط الكهربائي بنفس الطريقه. كديروا فيه الملح في الاسفل وكطحنوه على الناشف، ما تضيفوا حتى شي مكون اخر، راه كيرجع حتى هو كيطحن مزيان. الى سبق وقعت لكم هاد الكارثه او المشكله هذه، تخوى لكم الحليب فوق الزربيه. بعض المرات كتوقع لينا لحنا الكبار ولا حتى الدراري الصغار، يعني كيتقلب لك شي كاس فوق من الزربيه وكتكون الزربيه ديال الصالون يعني كبيره. فالتدبيره اللي غديري هي مباشره بعد ما يتقلب الحليب فوق الزربيه كتجيبي الملحه، كتجيبي الملحه كديري واحد الكميه مهمه ديال الملحه فوق من هذيك البقعه ديال الحليب اللي كانت فوق الزربيه. فهنا كاع خويتها كديري هكا كتدخليها مزيان مزيان في الزربيه. ف كما كتعرفوا الحليب دغيا دغيا كيحماض وغادي يطلق الريحه خايبه بزاف. فهاد التدبيره هادي غادي تخليه انه ما يحماضش دغيا وما يطلقش لك الريحه خايبه في الزربيه ديالك. كتفركيها مزيان مزيان، من بعد كدوزي لاسبيغاتور كتجمعي هذيك البقعه اولا ديك الملح اللي درتي فوق الزربيه. وديك الساعات ممكن انك تنظفي ديك البقعه باي منظف عندك او لا خلطه معتمده عندك بالنسبه للزرابي. ان شاء الله غادي نقترح لكم واحد الخلطه زوينه على حساب التنظيف ديال الزربيه بلا ما تحتاجي انك تحيدها، سورتو الا كانت شي زربيه كبيره ففيها تعب كثير انك تطلعيها وتصبنيها. وكذلك الزربيه الا بقات كتصبن بزاف حتى اللون ديالها ما كيبقاش يعني لون اللي هو مزيان والشعيرات ديالها كيهبطوا. فضروري ما تعالجي غير ديك البقعه. واهم تدبيره تعقلي عليها هي انك ديري الملح مباشره فوق داك الحليب اللي تخوالك فوق الزربيه. نتمنى انني نكون فتك بهاد الحيله. الى وقع لكم هذا المشكل هذا وترست لكم شي بيضه فوق من الارض، فاحسن حاجه هي انكم اول حاجه بدا ما تنظفوهاش بالشيفون اللي كتستعملوه حيت غادي تبقى فيه الزفوره ما يمكنش تحيد منه. النصيحه اللي غادي نعطيكم كذلك باش تحيدوا الزفوره والاثر ديال البيض من الارض اولا من الفراش عليكم بالملح، ملح طعام، الملحه اللي كنستعملوا العاديه ديال درهم، ترشوا عليه ملح بحال هكا واحد الكميه بسيطه ماشي بزاف. صافي ديك الملحه غدوز غير واحد شويه ديال الوقت غادي تجمع هذاك البيض كامل، غادي تمتصو غنخليها واحد شويه. كاين اللي كيستعمل في عوض الملحه الدقيق، انا بالنسبه ليا الدقيق ما كنبغيش نضيعو بحال هكا حرام. الملحه ما معروف انها كتستعمل في التنظيف، فجيبوا الورق ديال المطبخ
ضروري لاننا غادي نتخلصوا منه صافي وكنجمعوه راه كيتحيد البيض بواحد السهوله. كما عارفين البيض كيبقى هو اصلا لذيذ فكيبقى كيتجخلط هذيك الملحه كتجمعو ما كتخليش نهائيا انه يبقى مرخي صافي. هانتوما كتشوفوا من الجره الاولى ما بقاش هو شويه ديال الاخر صافي وها هي الارضيه ديالكم ما بقاتش. وندوزو للفكره المواليه، فإلا عندك غموله اولا ريحه كريهه في البلاكارات يعني مريوات ديال الحوايج، هاد التدبير هذه زوينه بزاف انا معتمده عندي. غادي ناخذ هاد الساشيات هادو اللي كناخذو فيهم التقضيه، راهم موجودين وكيبقاو غير كيديروا لينا الروينه. غادي ناخذهم وغادي نقطعهم بحال هكا على طريفات بهذا الشكل هكا. غادي ناخذ الملحه، ملح ديروا منه واحد الملعقه، وغادي تحتاجوا اي عطر اولا معطر ديال الملابس اللي كتكون ريحته كتعجبكم، فاما هذا ولا هذا اللي بغيتو، وكترشوا على هذاك الملح، رشوا مزيان، دير واحد الرشه مزيانه بحال هكا. وغادي نربطو هاد الكميمسه هادي، هذاك الملح راه تيبقى قابط كتبقى قابطه فيه ديك الريحه ديال العطر اولا ديال المعطر، وكيبقى مده طويله وهو كينشر لينا الريحه. كديروه وسط الحوايج ديالكم الى عندكم بلايص كديروا فيهم الاغطيه لي زور اي حاجه كديروا هاد غير هي عقدوها مزيان باش ما تخرجش منها الملحه، فكتبقى كتنشر لكم الريحه زوينه. انا راه حطها في لي رونجمون اللي حاطه فيهم الاغطيه لي زور، مهم ناشرها في الدار كامله، عرفتوا كتبقى تطلق واحد الريحه زوينه مده طويله. ولا حسيتوا بانها ما بقاش فيها الريحه كتاخذوا غير العطر ديالكم مره اخرى اللي بغيتوا يعني ديروا وصافي، كتعاودوا ترشوها عاوتاني، راه كتعاود ديك الملحه كتشرب داك العطر وكتبقى مده طويله. هاد التدبيره ما خاصهاش تخطاكم حيت فعلا مجربه. كما كتعرفوا الطاجين كنطيبوه فوق البوطه، واخا كنديروا ليه عافيه مهيله او كنديروا ليه كذلك هاد العيبه هادي، فضروري ما كيتشوط وكيتحرق سورتو من الوسط، لان العافيه كتكون مركزه غير في الوسط. فهاد التدبيره هادي غادي تنفعكم ان شاء الله وتجيب لكم الطاجين طايب مزيان بحال الا طيبتوه فوق الفاخر. بالنسبه للتدبيره اولا الحيله كنحتاجوا لها هي اما هاد العيبه هذه اللي كتحط فوق البوطه كتحط عليها الطاجين، اولا مقله قديمه اولا المقله الثقيله ديال المسمن المقله الوجديه، المهم اللي عندكم استعملوه، انا غادي ندير غير هذه. وكتحتاجوا الملحه العاديه ملح الطعام، غادي تاخذوا الملحه وتوزعوها هكا، حاولوا انكم توزعوها بالتساوي. ديروا واحد الكميه بالنسبه لهذا الملح راه ما غاديش تضيه، دائما غادي نستعملوها يعني تقدروا تستعملوها اكثر من مره. صافي من بعد ما قضيت السطح تقريبا بالتساوي بحال هذا الشكل هكا، كتجيبوا الطاجين ديالكم وكتوضعوه فوق من الملح بهذه الطريقه هذه، كديروا عافيه مهيله دائما، العافيه كتكون ناقصه بزاف. وهكذا كيطيب لكم الطاجين ديالكم على المهل. بالنسبه للملحه الدور ديالها هي انها كتوزع الحراره بواحد الطريقه متساويه، هكذا الطاجين السيرفاس ديالو يعني القاع ديالو كله كيوصلوا العافيه بالتساوي، ماشي العافيه كتركز فقط في الوسط، يعني كيطيب بطريقه زوينه. غتلاحظوا الفرق الا جربتوا التدبيره غتولي عندكم معتمده، غيوليو يجيو الطويجنات ديالكم ما مشوطيش من التحت ما كيتحرقوش بالزربه، وكذلك كيجيو لذادين في المذاق.
وهذه تدبيره بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوهاش، اللي كيعرفوها مزيان، اللي ما كيعرفوهاش فبغيت نذكر بها، هي هاد الحفره هذه اللي كتكون في الغطاء ديال الطاجين. هذه شنو هو الدور ديالها؟ الناس اللي عارفين قولوها لي في التعليق. هذه كبوا فيها الماء، كتحافظ على الرطوبه اللي كتكون داخل الطاجين، ما كتخليش يتشوط دغيا، وفي نفس الوقت ما كنحتاجوش اننا نضيفوا ليه كميه كبيره ديال الماء باش يبقى فيه لاصوص. كنعمروا غير هذه الحفره هذه بالماء بحال هكا، وكنبقاو نطلعوا عليها. ملي كنلقاوها نقصات، ما بقاش فيها الماء، كنعرفوا بان الطاجين ديالنا راه نشف وكح ويقدر يتحرق. لذلك كنعاودوا نزيدوا ليه الروه وكنعاودوا نعمروا. هذه مهمه بزاف، كما قلت لكم كتخلي الرطوبه داخل الطاجين، ما كتخليش ينشف دغيا، فردوا ليها البال ودائما عمروها بالماء. وهذا يوم ثاني كما كتشوفوا. الملحه راه ممكن تستعملوها اكثر من مره، كنطيب بها بزاف ديال المرات، كتعطي نتيجه زوينه، وكيطيب لكم الطاجين ديالكم بواحد الطريقه خطيره، ما كيلصق ما تيحرق، وحتى الطاجين ديالكم كتحميه من انه يطرطق مع المده، لانه العافيه كتكون مزعه مزيان، فما كتكونش مركزه غير في السنتر ديال الطاجين، وهكذا ما غاديش يطرطق لكم الطاجين ديالكم يعني في اقل وقت، غادي يدوز لكم مده طويله. ما تنساوش تدخلوا الفيديوهات المقترحه، اكيد غادي تلقاو فيها حيل وافكار ووصفات اخرى غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. خليتكم على خير، بسلام عليكم.